وإخراج الكنوز والدفائن من الأرض بمساعدة الدجال والجان تبعه. أما الأدهى والأمر إن اللاجئين لهاي الظاهرة رجال أم نساء، مش من الفئات الأمنية أو الجاهلة أو حتى الوسطية، لكن التعميم في الأغلب بيكون من المثقفين والمتعلمين والمؤثرين كمان في مجتمعاتهم. سلام. السحر والشعوذة واحدة من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في عدد من المجتمعات، لا سيما المجتمعات العربية، وبلجأ عدد كبير إلها بسبب اليأس أو عدم إيجاد حلول لبعض المشاكل مثل العنوسة والمرض والعقم والخلافات العائلية والزوجية وقلة الرزق وغيرها. ومنتشر هذا الشيء عنا أكثر لأنه مجتمعاتنا في الأصل بتعتقد بالخرافات والأساطير الشعبية الوهمية عن الجن وقدرته في حل المشاكل المستعصية. وبحسب تقرير نشر على موقع الجزيرة، فالعالم العربي بينفق من 5 إلى 7 مليار دولار سنوياً لفك السحر وجلب الحبيب وإيقاع الضرر بين الناس والعمل الخطوة ولدفع الأذى، بالإضافة لقدرتهم على مساعدة رجال الأعمال والمقاولين لتحقيق نجاح أكبر، وهذا غير مساعدة المسؤولين للوصول لمناصب القرار. الباحثين بفسروا سبب استفحال ما يسمى بالباراسايكولوجي أو علم خوارق الطبيعة، ومن هاي الأمور مثلا امتلاك بعض الأشخاص القدرة على قراءة جزئية للمستقبل بيعتمدوا فيها على استرجاعات الذاكرة التراكمية للواقع. لكن وللإنصاف، السحر مش بس بمجتمعات العالم الثالث، بل موجود بدول بتشهد تقدم علمي وثقافي وفني. الأغلب بفكر إنه السحر وارتياد العرافين بس للنساء، اللي ألصق المجتمع فيهم صفة الجهل والكيد، واللي فعلياً بالواقع أغلب هاي النساء بيروحوا على هذا الطريق بغرض الإيذاء والتفريق. لكن للأسف صار الرجال بنفس النساء بعمل الحجب والأسحار وسياراتهم الفخمة واقفة على الدور ليقرأوا الطالع أو يعملوا سحر عند حد من هدول الدجالين، ومنهم الفقراء والسذج اللي بيحلموا بالثراء الفاحش وإخراج الكنوز والدفائن من الأرض بمساعدة الدجال والجان تبعه. أما الأدهى والأمر إنه اللاجئين لهاي الظاهرة رجال أم نساء، مش من الفئات الأمية أو الجاهلة أو حتى الوسطية، لكن التعميم في الأغلب بيكون من المثقفين والمتعلمين والمؤثرين كمان في مجتمعاتهم، في محاولة منهم لإشباع الجانب الروحي كبديل للدين وضعف اليقين. أما علم النفس فبسمي هالشي بالحياد النفسي، بحيث إنه هدول الأشخاص بيستخدموا دفاعات نفسية غير سوية، وأهمها ما يسمى الامتناع عن الفعل. فبدل من التغلب على مصاعب الحياة أو السعي لتحقيق الآمال الكبيرة بالعمل والاجتهاد، بيسعى هدول الناس إنهم يوصلوا لكل شيء بيتمنوه بسرعة لتبرير عجزهم من خلال الأبراج وغيرها من الطرق. في عدد من بلدان العالم أدت المعتقدات في ممارسة السحر والشعوذة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تمثلت بالضرب والإقصاء وقطع أعضاء الجسم وبتر الأطراف والتعذيب والقتل كمان، وضحيتها النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبسبب خطورة انتهاكات حقوق الإنسان هاي، لازم يكون رد الدولة عليها صارم وجداً أيضاً في كثير من الأحيان، وغالباً ما بتعمل بعض الأنظمة القضائية على منع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالسحر والشعوذة والتحقيق فيها أو مقاضاتها. بتختلف المعتقدات والممارسات المتعلقة بالسحر والشعوذة اختلاف كبير بين الدول وحتى بين الأعراق المختلفة في البلد الواحد، ولسه فهم الاعتقاد بالسحر والشعوذة محدود، بالضبط مثل الفهم بالنسبة لأسباب ممارسته في بعض الثقافات. المي المقروء عليها طلاسم والأوساخ اللي بتنرش على باب البيت وبعض الأعشاب اللي بتنحط مع الأكل والحجاب اللي بينحط بزاوية بالبيت أو تحت المخدة، أو حتى بتوصل فيهم يدفنوه في واحدة من المقابر وقطع جزء من الملابس وأيضا فقدان جزء من ملابس الشخص. ما ضلت هي نفسها هاي الطرق، بل صار في شعوذة إلكترونية كمان منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات في إعلانات صريحة تحت عناوين كبيرة وكثيرة مثل جلب الحبيب والتفريق والطلاق والمرض وعلاج العقم وأشياء أخرى بدون أي ملاحقة قضائية أو قانونية من الدولة.
وما في نص قانوني صريح بتحدث عن عقوبة امتهان السحر، لكن المادة 471 من قانون العقوبات الأردني بيعاقب كل من يتعاطى بقصد الربح مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي أو التنجيم وقراءة الكف بالسجن والغرامة لمدة بتتراوح من 3 إلى 6 أشهر، خاصة إنه ضحايا العرافين والسحرة ما بيسجلوا أي شكوى ضدهم. أغلب اللي بيمارسوا هاي الطقوس بيسموا حالهم روحانيين مش سحرة، والروحانيين بيمتلكوا قدرات خاصة لعلاج حالات نفسية واجتماعية مثل المشاكل الأسرية بالتعامل مع الجن اللي بيكون دوره كوسيط لمعرفة أمور غيبية. بيروح المختصين إلى أنه بعض اللي بيشتغلوا بالسحر والشعوذة بيجنوا ما يقارب $100,000 شهرياً، وصار من مصلحة المنكوب اليائس من العلاج الطبيعي أو المادي والفعلي أنه يقوي روحه المعنوية بشيء من الاستهواء والمخادعة أو زيارتهم لضريح ولي أو استماعهم لدعاء جاهل أو أقوال قارئ كف أو عزائم أو كاتب تمائم أو فاتح رمل أو فنجان أو المنوم مغناطيسياً. كل شيء اللي حكيناه مرفوض ومحرم دينياً، وذكر هالشيء بالكتب السماوية وبالقرآن تحديداً، ومذكور في سورة البقرة وغيرها من سور القرآن الكريم، وفي الأحاديث النبوية الشريفة مثبت النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك ومن يرتادهم أيضاً. وأنا ما بدي أنسى إنه الله ميزنا بالعقل عن باقي المخلوقات، والأمر واضح وصريح بالتفكر والتدبر وقدرتنا على التمييز بين الخطأ والصواب. أما الاستسلام في حل أمورنا ومشاكلنا وقضاء حوائجنا لهذه الفئة فهو إقصاء لعقلنا وقدرتنا على التفكير، وهذا إذا بيدل فهو بيدل على قلة الإيمان وضعف اليقين. القرآن اللي فيه حل لأغلب مشاكل حياتنا موجود فيه الحل لأي شخص تعرض لهيك انتهاك روحي أو جسدي أو معنوي، لهيك آياته هي الشفاء لأرواحنا وقراءته هي طمأنينة قلوبنا، وكل ما تقربنا من ربنا زادت حالتنا النفسية وزادت حصانتنا وحصانة أرواحنا. بتمنى لكم حياة هانئة وهادئة. لا تنسوني أنا شادن صالح، تتابعوني في برنامج جدل على شبكة منصات اللي لينكاتها ظاهرة في أسفل الشاشة. سلامات. Thank you.